قال الحرس الثوري إنه سيتصدى بكل قوة وحسم لأي تحركات من الجانب الإسرائيلي، مضيفاً أنه يطمئن الشعب الإيراني بأن الحرس الثوري في قمة الجاهزية للرد على إسرائيل والدفاع عن إيران. وشدد الحرس على أنه ملتزم باستراتيجية المرشد الأعلى في عدم التهاون وعدم التسرع في الرد على التحركات الإسرائيلية. ووفق الحرس الثوري فإنه سيواصل تقديم الدعم والإسناد لجبهة المقاومة خصوصا في لبنان وفلسطين. نشرت قناة منسوبة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني خريطة لبنك الأهداف المحتملة في إسرائيل والتي قد تستهدفها طهران إذا ردت تل أبيب على الهجوم الصاروخي الإيراني. وبيّنت الخريطة التي انتشرت على تطبيق تيليجرام عدداً من النقاط النفطية وحقول الغاز مثل حقول الغاز كاريش وتمار وليفياثان ومصافي النفط في حيفا وأسدود، بالإضافة إلى محطات الكهرباء أوروت رابين ومحطة أشكول في أسدود. وسط الغموض الذي يحيط بمصير قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني، كشف نائبه إيرجا مسجدي أنه بصحة جيدة، معتبرا أنه لا حاجة لمزيد من التصريحات بشأن هذه القضية. وجود أنفاق حزب الله كان معروفاً منذ عقود، لكن الدور المهم الذي تلعبه ظهر مرة أخرى خلال حرب غزة، والآن زاد أكثر مع اندلاع حرب لبنان. وفقا لتقرير نشرته فوكس نيوز، فإن أنفاق حزب الله يعتقد أنها أكثر تطوراً وأكبر بكثير من أنفاق حماس. بدأ الحزب في تطويرها بعد حرب لبنان الثاني عام 2006 بالتنسيق الوثيق بين إيران وكوريا الشمالية. هذه الأنفاق بناها عبر جنوب لبنان، تنقسم إلى هجومية وأنفاق للبنية التحتية. الأولى مخصصة لاستخدامات عملياتية مماثلة لتلك التي تستخدمها كوريا الشمالية، وقد اكتشف الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن ستة منها تؤدي إلى الأراضي الإسرائيلية خلال عملية درع الشمال عام 2018. من بين هذه الأنفاق أربعة، يقول باحثون إسرائيليون إنها قادرة على استيعاب ما يصل إلى 30,000 جندي في الساعة، إلى جانب الأسلحة مثل ناقلات الجنود المدرعة والدبابات والمدفعية الميدانية. الأنفاق وفق ما رصدته التقارير يتراوح عمقها ما بين 40 و80 متراً، وهي مجهزة بغرف قيادة وتحكم تحت الأرض وإمدادات وعيادات ميدانية وأعمدة مخصصة تستخدم لإطلاق الصواريخ من جميع الأنواع. فيما تشكل أنفاق البنية التحتية شبكة تحت الأرض في القرى اللبنانية الجنوبية وبالقرب منها، والتي تشكل خطوط الدفاع الأولى والثانية ضد الحرب الإسرائيلية، وهو مشروع ضخم للغاية، حتى أن التقديرات تشير إلى أن لها تشعبات تصل إلى إسرائيل وربما تصل إلى سوريا، فهي تشبه مترو الأنفاق وليس نفقا طويلا واحدا، مما يثير التساؤل حول كيف تمكن الحزب من الإفلات من بناء مثل هذا النظام المتطور. مركز ألم الإسرائيلي الذي يبحث في التحديات الأمنية التي تجابه تل أبيب نشر خريطة عام 2021 لشبكة أنفاق تمتد عبر ثلاث مناطق استراتيجية للحزب على طول أراضي لبنان، بدءا من البقاع التي يسميها العمود الفقري للعملية اللوجستية، مرورا ببيروت المقر المركزي للحزب، وصولا إلى جنوب لبنان حيث مواقع الحزب الدفاعية. في مجابهة التكنولوجيا الإسرائيلية
لجأ حزب الله في لبنان إلى طرق تواصل تقليدية، لكنها لم تكن كافية لحمايته من الخرق. تفجيرات البيجر عادت إلى الأذهان تحذيراً أطلقه الأمين العام للحزب حسن نصر الله في فبراير 2024 من استخدام الهواتف المحمولة، وهو ما يؤكد كشفاً لوكالة رويترز نقلته عن مصادر مطلعة يفيد بحظر حزب الله استخدام الهواتف المحمولة التي يمكن استعمالها لتتبع موقع المستخدم من ساحة المعركة واستبدالها بوسائل الاتصال القديمة. هذه الوسائل قد تكون السعاة الذين يبلغون الرسائل شفهياً، فضلاً عن استخدام أجهزة البيجر لاستقبال الرسائل القصيرة قبل أن تقع فريسة لهجوم راح ضحيته آلاف المصابين من منتسبي الحزب وغيرهم. أكثر من ذلك، يستخدم حزب الله شبكة اتصالات أرضية خاصة يعود تاريخها إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. مسؤولون لبنانيون يقولون أن إيران ساعدت الحزب في إنشائها باستخدام كابلات ألياف ضوئية ممتدة من معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى بلدات في جنوب لبنان وشرقه وصولاً إلى وادي البقاع. ولمزيد من الحماية يستعمل الحزب رموزاً في نقل رسائله عبرها أو عبر أي وسيلة تواصل أخرى. وبحسب مصادر مطلعة على المسائل اللوجستية لحزب الله، فإنه يستخدم كلمات مشفرة للأسلحة ومواقع الاجتماعات يجري تحديثها يومياً تقريباً قبل تسليمها إلى الوحدات عن طريق سعاة ينقلون الرسائل. كرة النار التي اشتعلت في غزة يوم 7 أكتوبر 2023 تدحرجت وطالت دولاً في المنطقة. في اليوم التالي بدأت المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان الذي رهن وقفها بوقف إطلاق النار في غزة. هذه المواجهة توسعت بعد قرابة عام وارتفع معها عدد الضحايا والنازحين في لبنان، وفتحت الباب واسعاً أمام احتمالات تأجيج الهجوم الإسرائيلي. في نوفمبر بدأت جماعة الحوثي في اليمن باستهداف سفن في البحر الأحمر تقول أنها مرتبطة بإسرائيل. التوترات في هذا الحوض المائي دفعت الشركات إلى سلك طريق رأس الرجاء الصالح، فارتفعت حركة التجارة عبره من قرابة 4% في يناير 2023 إلى نحو 8% في أبريل 2024. في المقابل انخفضت حركة التجارة في قناة السويس بمصر من قرابة 5% في نهاية نوفمبر 2023 إلى أقل من 2% خلال أبريل 2024، وهو ما انعكس على تراجع إيراداتها بنسبة تزيد على 23%. الحرب على غزة انعكست على تراجع مؤشرات السياحة في دول عدة. على سبيل المثال، سجل الأردن تراجعاً في عدد السياح بنحو 8% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. وعلى سلم الاستثمار، كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن تراجع شهية المستثمرين في بعض الدول، فانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن من نحو 282 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023 إلى 110 ملايين دولار في الربع الرابع من العام ذاته، كما انخفض في مصر من نحو 11 مليار دولار في عام 2022 إلى قرابة 10 مليارات دولار في عام 2023. في ضوء هذه المعطيات، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عامي 2024 و2025 إلى 2.9%، مرجعاً ذلك إلى أسباب عدة بينها استمرار الصراع في المنطقة. هذه المؤشرات مرجحة للتفاقم في ظل استمرار الحرب وانخراط فصائل مسلحة موالية لإيران من العراق وسوريا واليمن ولبنان فيها، وجنوح إسرائيل للتصعيد على جبهات عدة، لا سيما باغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت قبل أن توسع هجماتها على لبنان.